قصته مفيدة جدا 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 للشباب. يعني ليه؟ الحقيقة أنا كل ما بحكيه بيبقى نفسي كده الشباب يبقوا سامعيني قوي ومركزين معايا قوي قوي قوي. أصل هو مش سايب حجة لأي شاب أو فتاة بيتحجج إن هو مش مقبل على طاعة ربنا إلا لما تلاقي الصحابي بتاعنا النهاردة بيقول لك لا مالكش حجة، مش سايب لأي حد حجة. هو اسمه إيه؟ هو اسمه عبد الله ذي البجاذين. عبد الله ذي البجاذين. البجاذين دول ليهم قصة هنقولها بعد شوية، لكن اسمه الحقيقي مش كده. اسمه الحقيقي عبد العزة المزني. عبد العزة، يا العزة دي ايه؟ دي صنم من الاصنام. افرأيتم اللات والعزة؟ فهو اسمه عبد العزة، ده الاسم اللي سمي به من ساعة ما اتولد. فشوفوا اسمه عامل ازاي. عبد العزة المزني. مزينة دي مكان بيقع بين مكة والمدينة، مكان القبيلة بتاعته. ايه قصته؟ وليه انا بقول ان الشباب بالذات محتاجين يسمعوه قوي؟ اصل هو الحقيقه يا جماعه هو اسلم عنده 16 سنه تقريبا ومات عنده 23 سنه، فالقصه كلها في الاخر ايه؟ 7 سنين. موضوعه قصير، لكن والله يا شباب لما تشوفوا في الاخر الشاب الصغير ده مقامه ايه عند الله ومقامه قد ايه عند رسول الله، تقول ياه ده حاجه غاليه قوي. عبد الله ذي البجاذين او بقى عبد العزة المزني. هو الحقيقة ليه أنا بقول مهم قوي للشباب؟ في كم صفة مشابهة للشباب اللي قاعدين هنا واللي بيتفرجوا علينا واللي سامعيننا. أولا هو شاب صغير ومات شاب صغير. ثاني حاجة هو كان غني جدا جدا جدا، منعم جدا جدا جدا، مستوى الاجتماعي عالي جدا جدا جدا، يعني مستوى الناس اللي قاعده في وسطينا وبيتفرجوا علينا هو نفس المستوى المادي والاجتماعي للناس اللي معانا هنا. ايه تاني؟ هو يا جماعه ابوه من ساده مزينه، وبالتالي فالمستوى والوضع الاجتماعي راقي جدا جدا جدا، اهو عمال يقرب من شباب كتير من اللي موجودين في وسطينا. شايفين قد ايه؟ ها ايه حججك كمان ان انت مش عارف تبقى متدين؟ شاب صغير وفي سن المراهقه اهو سنه 16 سنه. ايه حجتك كمان ان انت مش متدين؟ يا عم اصل هم قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا ما قابلناش النبي. عبد العزة اغلب عمره ما قابلش النبي. ها؟ حد عايز يقول حجه كمان؟ اصل الحقيقه هم كانوا عارفين معلومات كتير في الدين لكن احنا معلوماتنا في الدين قليله، ما كانش يعرف من الاسلام كله غير 4 صور او 5 صور، قليل جدا جدا جدا. يا يعني معلومات اي واحد قاعد في الحلقه دي واي واحد بيسمعني ممكن تكون اكتر من معلومات عبد العزة ساعه ما اسلم. ياه ها حد عنده حجه كمان؟ ايوه اصل انا المجتمع حواليا مش مساعدني ابقى متدين، الناس مش مساعدني والصحاب وافتح مش عارف اروح النادي واروح الكل، انا المجتمع حواليا مش مساعدني ابقى متدين. هو كان عايش في بلد كلها بتعبد الاصنام. يعني مين ظروفه أصعب، أنت ولا هو؟ يا جماعة حد لسه عنده حجة عايز يقولها؟ حد عنده حاجة تانية يحب يتحجج بيها؟ أنا ساعات بتخيل إن إحنا نيجي نتحجج يوم القيامة ونقول يا رب أنا ما قدرتش أبقى متدين، أصل يا رب أنا كان عندي ظروف كذا وكذا وكذا وكذا. تعالى يا عبد الله ذي البجاذين احكي لهم، كان سنك كام؟ كنت تعرف قد إيه من الدين؟ يعني ملناش حجه يا جماعه، قابلت الرسول بعد كام سنه من العطاء والبذل والجهاد. شفتوا يا جماعه؟ عرفتوا ليه انا مصر ان انا اربط وضعنا انا كاننا بنبص في مرايه نشوف فيها عبد الله ذي البجاذين. ده انا زيه، عشان ما تحسش ان بينك وبين الصحابه ان انت في دنيا وهم في دنيا ثانيه، لا انت زيه بالظبط. تعالوا نسمع بقى قصته بعد المقدمه اللي انا قلتها دي. هو ابوه وامه ماتوا وهو طفل، فاللي رباه عمه. عمه كان غني جدا جدا جدا، انفق عليه كتير قوي، فالولد طلع منعم من صغره لدرجه بيقول لك ان في الوقت ان مزينه اللي هم عايشين فيها دي الشباب هناك يعني يلبس الثياب العاديه رديء الثياب، بلد فقيره في الوقت دون اللي الشباب عايشين كده كان هو بيلبس ارقى انواع الثياب، ما يرضاش يلبس الملابس المصنعه في مزينه لكن يلبس الملابس اللي جايه منين؟
من الشام، ملابس مستورده يعني، فتلاقي كل لبسه مش محلي، سي اند اي ومش يعني حاجات زي كده. دي نوعيه اللبس اللي هو بيلبسها في الوقت اللي مزينه ما فيش شاب يمتلك فيه يعني بالعافيه بغله ضعيفه، هو لديه فرسين بيبدل عليهم، يعني راكن تحت عربيتين وايه وشويه يركب دي وشويه يركب دي. شايفين المستوى المادي عامل ازاي؟ يفرق عن حد مننا؟ منعم جدا. عمه مين؟ عمه من ساده مزينه وصاحب قرار في مزينه. فالولد طالع في الجو ده لغايه ما تم 16 سنه. واول ما تم 16 سنه حصلت قصه غريبه جدا في حياته. غريبه بالنسبه لنا. اتحول في يوم وليله. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو لما بقى في السن دون كان ده وقت هجره الصحابه من مكه للمدينه. فاثناء هجره الصحابه من مكه للمدينه بيعدوا على البلد دي. الصحابه بيعدوا ينفع يقعدوا ويستريحوا لا ده قريش طالعه وراهم، فطالعين خايفين، فبيعدوا من عند البلد مسرعين عايزين يوصلوا لغايه المدينه، خايفين من قريش. في الوقت ده وهم معديين يشاء الله تبارك وتعالى قدرا يقابلوا مين؟ يقابلوا عبد العزة المزني. فيعرضوا عليه الاسلام، وشوفوا الصحابه اللي مهاجرين لكن دماغهم في ايه؟ خايفين قريش طالعه وراهم، لكن شايف دماغه في ايه؟ قابلت واحد اسيبه؟ يا ما قابلنا ناس في حياتنا. ولقينا ان احنا كان ممكن ناخد بايديهم وسيبناهم. فعرضوا عليه الاسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اسلم عبد الله عبد العزة المزني. ومن اليوم ده يا جماعه تتغير حياته. يا ريت نتعلم منه. يقول للصحابه استنوا لما اتعلم منكم الدين، استنوا لما اتعلم منكم الاسلام. يقولون نخشى قريش ما نقدرش نقعد معاك نعلمك. يقول لهم اريد ان اتعلم الدين. يقولون ان شئت فسر خلفنا، امشي ورانا وانت تتعلم. فبقى يمشي ورا الصحابه، هم يقروا قران وهو يقول وراهم. فتعلم القران ازاي؟ مشيا على الاقدام. يا جماعه ده احنا بيوتنا المصاحف مليانه تراب من قله الناس اللي بتقرا. والشاب ده بيتعلم القران كده، ففضل ماشي ورا الصحابه كل يوم يطلع يقف على ابواب وحدود مزينه يستني اي حد معدي يقول له استنى امشي وراك عشان اتعلم منك القران. يفضل ماشي وراه لغايه ما يلاقي نفسه بعد 10 15 كيلو عن مزينه. طب ما طلعش بالفرس بتاعه ليه؟ لان الصحابه كلهم فقراء طالعين على رجليهم، فمعقولة يبقوا هم على رجليهم وهو راكب فرس وبيتعلم منهم؟ شوفوا المنعم اللي عايش عيشة شكلها ايه، اتغير ازاي. فبقى يطلع كل يوم 10 15 كيلو يمشي ورا الصحابة يتعلم منهم لغاية ما يلاقي نفسه بعيد قوي عن مزينة، يقوم واخد بعضه وراجع تاني 10 15 كيلو طول ما هو راجع عمال يسمع القرآن اللي سمعه منهم. ويطلع يستنى تاني يوم يستني اي حد من الصحابة معدي يقول له استنى لما اقرا لك اللي حفظته من اللي قبلك واقول لك انا حافظ ايه تاني جديد. وفضل يتعلم لغايه ما اتعلم كم سوره من القران. الحقيقه عايز اقف هنا. احنا يا جماعه القران غالي عندنا كده؟ يعني حد فينا حريص انه يتعلم قران كده؟ خلوني نسال سؤال يعني وسامحوني مش للاحراج. الشباب اللي حواليا هنا كم واحد من الشباب اللي حواليا هنا بيعرف يقرا قران بالتشكيل؟ يعني ممكن نعمل كده كم واحد من غير كسوف، يعني ما حدش يقول انا عارف بس مش هرفع ايدي. احنا يعني كلنا متشافين دلوقتي وعايزين نقول هو انتوا يعني تعتبروا نموذج للمجتمع. كم واحد بيعرف يقرا قران بالتشكيل؟ انا هرفع. طيب كم واحد حافظ ثلاث أجزاء من القرآن؟ فأكثر يعني ثلاثة فأكثر. الإيدين قلت أوي. خمسة ستة. طب كم واحد حافظ ربع القرآن؟ يا شوفوا القاعة كبيرة قد إيه. في واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ما شاء الله 8 9 10 ما شاء الله كويس. طب كم واحد حافظ نص القرآن؟ 1 2 3 جميل جدا. الحقيقة يعني الناس اللي رفعت ايديها دي امل، والناس اللي ما رفعتش ايديها والناس اللي بتتفرج علينا
مش هتغير لما تسمع الكلام ده؟ ان اشمعنى الشاب ده اتعلم القرآن واشمعنى في شباب زيي عارفين قرآن وانا مش عارف؟ تخيل يا جماعة يبقى معاك لغة واتنين وعارف في فنون كذا وعارف ثقافات كذا وحافظ لك 3-4 آلاف اغنية وتمسك المصحف مش عارف تقرأ ومكسوف منه لانك ما تعرفش تفتح فين وتفتح ازاي لانك مش عارف تتعامل معاه لان بالنسبة لك المصحف ده يعني طلاسم. يا نهار ابيض، الكتاب اللي ربنا تبارك وتعالى منزله ليك، انتوا شفتوا يا جماعه الشاب دون تعب ازاي ان هو يتعلم؟ بذل مجهود بس اتعلم. فبقى يمشي عبد العزة المزني كل يوم ورا الصحابه، علموني علموني علموني، وياخد ويحفظ وياخد ويحفظ يوم ورا يوم، عمال يعمل كده لغايه ما قابله واحد من الصحابه اللي مهاجرين. فقال له انت قاعد في مزينه بتعمل ايه؟ انت عايز تتعلم الدين؟ تعال معانا المدينه. اصلا الرسول امر المسلمين كلهم ان هم يهاجروا المدينه، انت ايه اللي معادك هنا؟ فبص رد عليه وقال له ايه؟ قال له اهاجر قبل ان يسلم عمي؟ طب وعمي؟ اسيب عمي لمين؟ يا جماعه ده احنا عندنا شباب، شوفوا الوفاء عند الشاب ده لعمه عامل ازاي؟ عمي اللي صرف عليا، ده احنا اهالينا تعبوا معانا تعب. ومع ذلك تلاقي الشاب دخل بيته ابوه وامه قاعدين يتمنوا انه يقعد معاهم 10 دقايق، يقوم داخل فتح اوضته وقافل على نفسه باب الاوضه بالساعات، بيعمل ايه؟ بيكلم في التليفون. بيكلم مين؟ ده موضوع تاني مش معاد النهارده. لكن الشاهد فين الوفاء للاب والام؟ فين الوفاء لبنات واولاد سايبين اهاليهم بالايام والساعات ما يسالش فيهم؟ ده انا مش بتكلم على العقوق، ده لسه العقوق، ده انا بتكلم على ان انت مش عايز تقعد معاهم. والولد هيفضل قاعد، الشاب العظيم دون عبد العزة المزني عايز يفضل قاعد في مزينة لغاية ما ياخد بايد عمه. يا جماعة شايفين الحرص على الاهل ازاي؟ يا جماعة اللي له اب او ام ما بيصلوش يجري يبوس ايديهم يقول لهم ابوس ايديكم الا الصلاة، الا الصلاة، اعملوا اي حاجة. اللي لها جارة بتحبها تجري عليها وتقول لها عشان خاطري حافظي على كذا وكذا وكذا. يا جماعه خدوا بايدين الناس. الشاب فضل قاعد 3 سنين في مزينه، 3 سنين املا في اسلام عمه. وتخلص غزوه بدر وتخلص غزوه احد والشاب مصر اسيب عمي لمين؟ خلوني اسال واتحرك بينكم ونرجع تاني لعبد الله ذي البيجادين واقول لكم يا ترى يا جماعه احنا في حياتنا العمليه حريصين على الناس كده؟ يا ترى بنحب ناخد بايد الناس كده؟ عبد الله ذي البيجادين 3 سنين قاعد جوه البلد املا ان عمه يسلم. فانا عايز اسمع نماذج لناس حولت مع قرايبها واصحابها، قلت لهم ايه؟ وخدت بايدهم ولا لا؟ وعملت ايه؟ يعني لو في حد عنده نموذج يحب يقوله لنا على ناس اتحركت زي ما هو اتحرك مع عمه ياخد بايده، اتفضل. انا فعلا حاولت في شغل مع ناس زمايلي في شغل، بس في ناس بتحس ان هي مثلا لما بكلمهم بحس ان هم مش عايزين. طب اقول له صلي، اقول له طب، وبشده معايا وانا نازل اصلي بشده معايا، يقول لي لا بس انا هخلص الشغل ده. طب الشغل يستنى، يقول لي لا معلش. حاولت كتير، في ناس منهم استجابت فعلا وفي ناس تانية مش عارف في حاجه واقفه. كويس يا جماعه، خلي بالكم عبد العزة المزني فضل صابر على عمه كم سنة؟ 3 سنين. يا جماعة اوعوا تزهقوا، اوعوا تقول الناس مش راضية تسمعني، يروحوا يحصل لهم اللي يحصل لهم عنهم ما تدينوا. الكلام ده مش صح يا جماعة، انا بس انا ما بقولش ان انت عملت كده، لكن انا بستفيد من التجربة اللي انت بتقول. لا بتقولها يا جماعة، الصبر على الناس، الابتسامة في وجه الناس والصبر على الناس. يعني المعنى دون معنى مهم تاني. مين عنده تجربة تاني أو له حاجة تانية يقولها؟ تفضلي يا حضرتك. أنا ليا أخت وكانت كنت ما أروح درس علم أحاول أخدها معايا. في مرة أخدتها يعني أرغبها رغبة لغاية ما أخدتها، فخرجنا بقول لها إيه رأيك مش هرتاح قلبك؟ قلت لي ظريف مش بطال. كويس. طبعا أنا فوجئت، قلت أنا لو وديتها سينما مش بطال ظريف يعني. لا ها لا. النهاردة هي معلمة في المسجد ما شاء الله، حفظ القرآن بالصبر الحمد لله. ربنا يكرمك، اتفضلي يا حضرتك.
السلام عليكم. حقيقي أنا كل يوم بنزل الجامعة بخلي نيتي لله سبحانه وتعالى. بنزل الجامعة ببقى نفسي جدا جدا، أعتقد أن أنا ببقى نفسي أمسك ميكروفون وقف في الجامعة كده وقعد أقولهم يا جماعة ديننا جميل، ديننا حلو مش وحش. فأنا بدي رسالة لكل إنسان في أي مكان كان موجود يخلي نيته موجهة لله سبحانه وتعالى، وقد إيه ربنا فعلا بيخلي واحد لسانه صلب في الكلام. يعني ممكن ناس كتير تقول لا أنا بعرفش أتكلم. لا حقيقي لما الواحد بيخلي نيته لله سبحانه وتعالى قد إيه الكلام بيجي، ويعني الواحد بيبقى سعيد جدا جدا لما يلاقي حد بيستجيب. والصبر الصبر الصبر. جزاك الله خير. الحقيقة أنا كل دون عمال أركز على المعنى اللي بيقوله اللي عمله عبد العزة الموزني. 3 سنين مش هزهق أملا إن عمي يسلم. يا جماعة عايز أطلع منها قبل الفاصل وأقول لكم معنيين مهمين قوي. المعنى الأولاني، فين الوفاء لكل اللي حبونا في الدنيا وأهالينا وعيلتنا، إن إحنا نرد لهم جميلهم، ده معنى نتعلمه. والمعنى الثاني اللي نتعلمه، خدوا بإيد الناس واصبروا على الناس وحببوا الناس بطاعة الله تبارك وتعالى. خلونا نكمل بعد الفصل. وفضل يا جماعة نكمل ونقول، وفضل عبد العزة الموزني 3 سنين بيعمل إيه؟ كل يوم والتاني يروح لعمه يقول له يا عمي أنا سمعت إن في واحد اسمه محمد بن عبد الله بيقول كذا 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 كذا، ويقوم قايل له إيه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعمه إيه؟ يرفض ويأبى ويسب فيصبر عليه، ويرجع له بعد تاني بعد يومين يا عمي أنا سمعت إن هو بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، فعمه يرد نفس الرد. يجي له بعد يومين يا عمي ده في قرآن بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. إيه الحماس ده كله؟ جابه منين؟ ده ما يعرفش من القرآن إلا قليل. يا جماعة العملية مش عملية علم، العملية بسيطة قوي. مؤمن بالله؟ الحمد لله طبعا مؤمن بالله. عارف هتعيش قد ايه؟ قليل. رايح فين بعد كده؟ يا جنة يا نار. هتقف بين ايدين مين يحاسبك؟ ربنا تبارك وتعالى. نفسك في الجنة قوي، خايف من النار قوي، مستعد للقاء الله، مشتاق قبله. لو عندك الاحاسيس دي جواك هتلاقي نفسك بتقول كلام عظيم قوي قوي قوي. هو الشاب ده كان عنده الإحساس ده، ففضل مع عمه 3 سنين وعمه يرفض. عايز يصلي يعمل إيه؟ يطلع بعيد في الصحراء يستخبى مش لحد يشوفه، يقف يصلي كل يوم 5 مرات. إيه الصلابة دي يا جماعة؟ ها المجتمع من حواليه بيساعده ولا ما بيساعدوش؟ ما بيساعدوش، كلهم كفار كلهم. يا جماعة إحنا وضعنا أحسن، إحنا وضعنا أسهل. 3 سنين مصر مع انه ما قابلش الصحابة الا كم مرة، لا قعد بقى كم درس ولا سمع كم شريط ولا اتفرج على قعدة زي دي، ما كانش عنده الوسائل دي خالص. هي كم مرة مشي ورا الصحابة وخلاص. احنا ليه ضعف كده؟ احنا ليه يعني ما فيش في شبابنا القوة والحرص ان هو يفضل مستمسك بطاعة ربنا كده؟ ليه شبابنا كل اهدافه يتعرف على بنت او يركب عربية ويعمل بيها كذا، أو يسمع أغنية ويقعد يحفظ فيها ب6-7 ساعات عشان يبعثها لحبيبته في ورقة؟ فين العزائم اللي زي عبد العزة الموزني ويفضل الشاب ده 3 سنين بيصلي بالطريقة دي 5 مرات في اليوم، وإحنا مش قادرين ننزل نصلي في المسجد صعب علينا، ويفضل كده لغاية ما يلاقي مفيش فايدة. عمه مش راضي يسلم، فياخد بعضه ويطلع على عمه ويقول له يا عم كلام كبير قوي. ما يقولوش واحد عنده كم سنة، هو عنده كم سنة دلوقتي؟ يجي 19 سنة. يا عم لقد تأخرت علي فأخرتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدت أطيق فراقه، وإني أعلمك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وإني مهاجر إليه وأحب أن تكون معي، فإن أبيت فلا يردني عن الهجرة إليه شيئا. خلاص موضوع انتهى. فعمه اللي كان بيحبه اتقلب فجأة 180 درجة وقال له إن أبيت إلا الإسلام جردتك من كل ما تملك. ياه هذا بقى
مفتاح العربية وهات الموبايل ولاقي الخواتم اللي انت لابساها وبره البيت. ما هي كده؟ انتوا متخيلين يا جماعة ابن العز والأصول دون المرفه المنعم اللي متعود يلبس كذا ويشرب كذا ويأكل في المطعم الفلاني ويلعب في النادي الفلاني، فجأة جردتك من كل ما تملك، هات كل حاجة معك وتخرج من البيت زي ما انت باللبس اللي عليك دون. يا ترى يا جماعة لو انتوا مكان عبد العز، الدين في كفة وكل ما تملكه في كفة، تختاروا ايه؟ يعني خلونا خلونا نسأل تاني الأسئلة المحرجة اللي انا بسألها، لو انت في موقف زي كده تختار ايه؟ يعني حد معاه ميكروفون يحب يقول لو انت في موقف زي كده، ها حد عايز يعلق ولا كله خايف من معقولة؟ ما فيش حد يقول طبعا ديني. طب كنتوا مستنيني ان انا يعني اشجعكم واقول لكم يا جماعه هل ممكن يطلع حد يقول طبعا ديني كل ما املك ايه؟ كم واحد يقول طبعا ديني؟ بس خلي بالكم ده كل ما تملك في كف. انا يعني شويه بشجعكم وشويه يا جماعه حد عايز يقول حاجه؟ حد عايز يعلق على المعنى ده؟ شفتوا يا جماعه لما شجعتكم كله قال طبعا ديني، بس خلي بالكم ده كل ما نملك في كفة. يعني هتطلع من بيتك بهدومك بس بره فقط. حد عايز يقول حاجة؟ اتفضل. سو حركة الموضوع يعني الانسان دايما بيحاول يكون مؤمن بربنا سبحانه وتعالى بقلبه وبعقله. فالإنسان بعاطفه بقلبه وفطرته السليمة دايما مع ربنا يعني، بس حتى لو حاولنا نحسبها بالعقل وده دايما لازم أوقات ناس كتير بتعمله، الدنيا دي حاجة من ثلاثة، يا إما بتسيب الإنسان يا إما الإنسان بيسيبها يا إما هي والإنسان بيسيبوها، يعني عربية شقة فلوس أي حاجة، يا الإنسان بيسيبها ويموت هي بتفنى والعربية يحصل لها حتى لا قدر الله يحصل أي حاجة وتسيبه وتمشي بعد لوحده، يا هو والدنيا بيسيبوا بعض. فحتى لو منطقيا حاجة مش مضمونة، حاجة كده فيها خطر عالي قوي. يعني أنت عايز تقول إنها محسومة، بس يا ترى هي محسومة عند كل اللي شايفنا؟ فعلا كده سؤال مطروح وحسكت ربع ثانية. لو دينك في كفة وكل ما تملك في كفة، نختار ايه؟ محسومة؟ هي صعبة الحقيقة يا جماعة، هي صعبة ومحتاجة تفكير. لكن انا عايز الحقيقة اقول حاجة، عبد الله ذي البيجازين أول عبد العزة بقى لسه عبد العزة، أول ما اتقالت له الكلمة إن أبيت إلا الإسلام جردتك من كل ما تملك، رد قال إيه؟ قال افعل ما شئت. افعل ما شئت، فما أنا بالذي يختار على الله ورسوله شيء. يا محسومة يا جماعة، إحنا النساء بياخدوا في قرار الحجاب 15 سنة، وهو خد القرار امتى؟ في لحظة. انتوا متخيلين؟ هتتحجبي امتى؟ ان شاء الله لما تخطب. انا الحقيقة مستنية لغاية يوم الفرح، لان الحقيقة هضطر اقلع الحجاب في الفرح، طبعا مش ممكن احضر الفرح بالحجاب، فانا مش هتحجب بقى 4 سنين، لاني مستنية الساعتين بتوع الفرح. ان شاء الله اول ما يخلص الفرح هلبس الحجاب. يخلص الفرح، لما خلف، لما ولادي يكبروا، بس افرح بولادي في الجواز، لما اكبر بس شويه، انا الحقيقه كبرت وبقيت من القواعد، انا ما عادش علي حجاب. ده اللي بيحصل. صحيح يا جماعه، لاحظوا الشاب دون الطلب منه ايه؟ يا عبد العزه تضحي بكل ما تملك في لحظه. يا جماعه ربنا عارف ان احنا ضعفاء وفقراء وامكانياتنا ما نستحملش الاختبار اللي تعرض ليه عبد العزة الشاب اللي عنده 19 سنه، لا احنا ما نستحملش. فعمل ايه معانا ربنا؟ طلب منا طلبات اقل بكتير. تحافظوا على الصلاه في وقتها؟ تصحوا تصلوا الفجر؟ لا، صلاه الفجر دي صعبه قوي، انا ما اقدرش اصحى. ده انا بالعافيه بروح الشغل لاني بنام الساعه 3 الصبح. فاكيد مش هصلي الفجر. يا جماعه بصوا الشاب ده ضحى بايه؟ يا جماعه ده ضحى بكل ما يملك. معقولة؟ حاجات صغيرة، ده احنا مش مطلوب مننا كده، ده انت المطالب بيه اقل بكتير.
حضرتك تتوضي حتى لو حط مونيكير؟ لا انا الحقيقه مش هقدر اصلي ولا اتوضى لان انا حاطه مونيكير، وانت عارف الوضوء لما بينزل على المونيكير ما ينفعش الوضوء لان في حائل. يا ستي ما ينفعش، الوضوء يبطل. طب والمونيكير؟ طب ووضعي الاجتماعي اعمل فيه ايه انا؟ وبعدين مالكش دعوه يعني، انا جربت الصلاه بالمونيكير ونفعت، فيعني ما تتدخلش انت. يا جماعه بصوا للشاب ده ضحى بايه. الحقيقه انا بيوجع قلبي ان المسلمين يبقوا كده ضعفة، وشاب عنده 19 سنة بيضحي بكل التضحية دي. فقال له عمه: إن أبيت إلا الإسلام جردتك من كل ما تملك. قال: افعل ما شئت، فما أنا بالذي يختار على الله ورسوله شيء. فعمه جنن أكثر واتغاظ أكثر، وقال له: إن أبيت وأصررت على الهجرة جردتك حتى من ملابسك التي عليك. وأم قايم عمه ومقطع له هدومه. فبقى ابن العز والاصول اللي كان بيلبس بدل وكرافتات بقى ايه؟ شبه عريان. يبص لنفسه شبه مش ناس. وهيكمل قال: والله لأهاجرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه يا جماعه؟ ايه الفرق بيننا وبين عبد العزى؟ سؤال مطروح. ايه الفرق يا جماعه بيننا وبين عبد العزى؟ ظروفنا هي ظروفه. ايه الفرق؟ اتفضل. انا اعتقد ان المشكله هي غياب القدوه او القائد. ان احنا لو كان رسول الله عليه الصلاه والسلام عايش بينا النهارده، اشك ان اي حد منا ما كانش عمل، يعني كان عمل اللي عمله عبد العزى يعني. نعم. يعني هي اعتقد الغياب ان انت الهدف يعني مش مش واضح يعني زي ما كان واضح زمان. انا مش وافق. مش موافق ليه؟ لانه هو ما قابلش لسه النبي. على فكره انا موافق على المعنى. لا بس التواجد وجود القدوه اكيد بيفرق. لا كونه عارف ان النبي موجود يعني وهو هيروح له ممكن يروح له، دي حاجه سهله. لكن طيب وقدوه النبي ما زالت موجوده. ما موجوده، لكن كونه عايش بينا دي حاجه دافع اقوى بكتير جدا للناس عن ان نعم ان هي الدنيا بتلهيها. الراي ده يا جماعه انا متفق على معنى اهميه القدوه، كلنا متفقين معاه، لكن المعنى ومقدر الكلام اللي هو بيقوله، لكن مازال جوايا معنى مهم. ايه هو يا جماعه؟ القدوه موجوده، الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوه، بس احنا مش عارفين عنه حاجه. انت بتسمعوا الكلام اللي انا بقوله في الحلقات دي، في ناس كانها الاول مره تسمعه. اتفضلي حضرتك، عايز تتعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في رايي باختصار الجهل والكبر، حب الدنيا الشديد، حب الدنيا الشديد، وافتقاد القدوة. وافتقاد القدوة. الله يكرمك، جزاك الله خير. أي اتفضل. احنا ما زلنا بنطرح السؤال ده، ايه الفرق بيننا وبينه؟ فتقال افتقاد القدوة، وتقال الجهل عن معلومات ديننا عشان كده ما نقدرش نقلده، وتقال الكبر ان انا اتكبر او عندي عند ان انا اقلد، وتقال ايه كمان الرابعة؟ حب الدنيا الشديد. اتفضل. بس انا في الاول هعلق على الاخ في القدوه. القائد الصح انه يشتغل محدش موجود معاه، او هو مش موجود يقدر يحقق اللي هو عاوزه. الرسول عليه الصلاه والسلام خير قائد لينا الحمد لله. نعم. دي اول حاجه. ثاني حاجه اللي شايفها في حديثنا النهارده، ان الراجل دوت امن بالقضيه بكل جوارحه. امن بقضيه بكل جوارحه. الله يكرمك. حلو. تجاهل اي حاجه في الدنيا ثاني عشان خاطر القضيه دي مش موجوده فينا دلوقتي. الله يكرمك. يا جماعه الكلمه دي مهمه قوي قوي. امن بقضيه بكل جوارحه. وانا الحقيقه عايز اقول معنى تعليقا على الحته دي. الناس يا جماعه في حياتنا ثلاث انواع. يا متدينين موصولين بربنا عايزين يطيعوا ربنا بيغلطوا، لكن الاصل فيهم ان هم متدينين عايز يطيع ربنا. يا اما فسق فجر بيعملوا كبائر وبلاوي ومعاصي وضيعين ضياع شديد، لكن للأسف دول قليلين ودول قليلين. في نوع ثالث كبير قوي بالذات الشباب والبنات، اسمهم ايه؟ غافلين. يعني ايه؟ هم ناس محترمة ومتربية وأخلاقهم عالية، بس ايه؟ لا هم عصاة ولا هم متدينين، دماغهم بعيدة عن طاعة ربنا تبارك وتعالى.
يا جماعة النوع دون بيبقى صعب قوي قوي قوي. ده أحيانا توبة العاصي بتبقى أسهل من توبة الغافل، لأن الغافل شايف نفسه كويس، ده أنا أخلاقي كويسة، ده أنا راجل ما بعملش يا عم المصايب اللي بيعملها فلان وفلان وفلان، وهو عنده مصيبة أكبر إن هو نسي هو اتخلق ليه، اتخلق عشان يحب ربنا ويعرفه. الغافلين دول مشكلة، والشيطان لهم معاهم لعبة شهيرة جدا. يعمل معاهم إيه؟ ما يوقعهمش في الكبائر أبدا. ليه؟ لو وقعوا في الكبائر هيحصل لهم ايه؟ هيفوقوا. خليك زي ما انت غافل، انا مش هوقعك في كبائر، خليك سرحان كده عن ربنا لغايه ما تموت، انا موافق انت تفضل كده. يا جماعه خلي بالكم، الغفله دي قد تكون احد اسباب او احد الفروقات الاساسيه بيننا وبين عبد العزه المزني، ان هو اول ما امن بقضيه اتحرك ليها بكل جوارحه، واحنا مسلمين بالاسم، لكن مين بيتحرك بجوارحه انه يبقى متدين؟ غافل سرحان عن ربنا، نسي هو اتخلق ليه؟ عبد الله عبد العزة المزني. تعالوا نكمل حكايته. هو دلوقتي عمه بيقول له مصر تطلع بره البلد. فلما قال مصر بجد قام قايم له ومقطع له هدومه. ولقى نفسه زي ما بقول لكم الشاب الوسيم ابن العز والأصول، نفسه شبه عريان لكنه أصر على الهجرة وطلع للنبي صلى الله عليه وسلم. شبه عريان شبه عريان، قد كده تقدر تضحي قد كده. وطلع عبد العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طالع بيبص في الأرض فلقى حتة صوف مرمية، شوال، شوال من صوف. شوال في اللغة العربية اسمه إيه؟ اسمه بجاذ، بجاذ. فقام واخده وقسمه نصين، نص ربطه على بطنه ونصه حطه على كتفه. عرفتوا دي البجاذين جت منين؟ من الحتتين اللي ربطهم. عارفين لبس الإحرام؟ أبقى عامل في نفسه كده صوف خشن. يا سبحان الله، هتهاجر كده يا عبد الله ذي البجاذين؟ هتهاجر كده يا عبد العزة باللبس دون؟ ههاجر كده باللبس دون. ويوصل للمدينة. تعالوا نشوف أول مقابلة لي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالوا نسمعها بعد الفصل. ويدخل عبد العزة على النبي، أول مقابلة بعد كم سنة يا جماعة؟ بعد 3 سنين. يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي واحد داخل عليه لابس كده. فقال له النبي من أنت؟ فقال أنا عبد العزة. حتى لسه اسمه يعني هو مش حاسس إن اسمه لسه معلوماته يا جماعة. من أنت؟ قال أنا عبد العزة. قال ولم تلبس هكذا؟ قال يا رسول الله جردني عمي من كل ما أملك فلم أجد إلا هذين البجاذين فأتيتك بهما يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلت؟ خلين بالكم من الكلمة دي، وقدرت تعملها؟ وقدرت تتحجبي؟ أو فعلتي؟ وقدرت تترك المعصية اللي بقالك 10 سنين بتعملها؟ أو فعلت؟ وقدرت تنزل تصلي في المسجد؟ أو فعلت؟ فقال له النبي أو فعلت؟ قال نعم يا رسول الله، أيوة قدرت. فقال له النبي من اليوم أنت لست عبد العزة، أنا هغير اسمك، من اليوم أنت عبد الله ذي البجاذين، أبدلك الله بهذين البجاذين إزارا ورداء في الجنة تلبس منها حيث تشاء وتأكل منها حيث تشاء، رضي الله عنه وأرضاه. وفضل عبد الله ذي البجاذين. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار له اسمه يكون اسمه متعلق بإيه؟ بيوم رجلته، ذي البجاذين هسميك كده. مش كان اسمك عبد العزة؟ هغيره هخليه عبد الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويفضل عايش مع النبي عبد الله ذي البجاذين. يسكن فين؟ هو لا يملك شيء، هو كان لسه صغير منعم، هيعيش فين؟ يسكن في مساكن أهل الصفة، مساكن أو مكان يقيم فيه فقراء المسلمين خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا بدلت حياتك كتير قوي يا عبد الله ذي البجاذين، كل ده في سبيل الله، كل ده في سبيل الله. واحنا مش عايزين نصلي في سبيل الله، واحنا مش عايزين نتحجب في سبيل الله، واحنا مش عايزين نبر والدينا في سبيل الله. هتعيش مع اهل الصفه الفقراء
يا ابن العز والأصول كله في سبيل الله يهود، ويفضل قاعد مع النبي لغاية ما تيجي غزوة تبوك. سنك قد ايه دلوقتي يا عبد الله؟ 23 سنة. يا ده لسه صغير، ويطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهم طالعين يميل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ادعو الله أن أموت شهيدا، ادعي لموت شهيد، أنا مش بتاع دنيا أنا بتاع جنة، ادعي لموت، ادعو الله لي أن أموت شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام رفع إيديه للسماء وقال اللهم حرم دمه على سيوف الكفار. فقال ما هذا يا رسول الله، أنا بقول لك ادعي لموت شهيد تقول يا رب ما يلمسهوش. فقال له النبي يا عبد الله إن من عباد الله من يخرج من بيته في سبيل الله، في سبيل إيه يا جماعة؟ في سبيل الله، فتصيبه الحمى يعيا فيموت فيكون شهيدا، وإن من عباد الله من يخرج من بيته في سبيل الله فيسقط عن فرسه يعمل حادثة فيموت فيكون شهيدا. أتاري النبي بيعلمه ويعلمنا معاه معنى حلو قوي، يا جماعة عيشوا في سبيل الله يموتكم في سبيل الله، عيشوا لله تموتوا لله. خارجة من بيتك ليه؟ انه وانت خارجة انا خارجة في سبيل الله. اقول لكم نصيحة يا جماعة، انه بكل دقيقة في حياتكم حاجة لربنا، تموتوا شهداء، تموتوا في سبيل الله، تموتوا ربنا راضي عنكم. تخيلوا لو اب وام عايزين يبنوا بيت، عيش الزوجية اهدافكم ايه؟ عايزين نخلف عيالنا ونفرح بيهم، ليه؟ عشان نلعب بالعيال لا، دي مش في سبيل الله. طب ما تيجوا نعملها في سبيل الله وناخد ثواب. ازاي؟ ما تيجوا ننوي انا عايز اخلف عشان اجيب نبتة صغيرة تعيش سجدة لله عز وجل، واذا كنت انا وانا صغيرة ما عرفتش ابقى متدينة النبتة دي تطلع موصولة بالله عز وجل. تخيلي لو دي نيتك كل دقيقة في تربية العيل دولا في ميزان حسناتك. يا جماعة الإقبال على الله سهل قوي، إنك تاخد حسنات عملية مش صعبة، عملية سهلة وممكنة، إنه يا جماعة بكل دقيقة في حياتكم إنها تبقى في سبيل الله. فتخيالي لو دي نواياكي كل دقيقة زي ما بقول لكم في الاهتمام بالطفل دون في ميزان حسناتك، كل دقيقة بتشتغل فيها عشان الولد ده يكبر موصول بالله في ميزان حسناتك. الناس اللي بتتفرج علينا وسمعانا، ما تيجوا نربي ولادنا كده، ما تيجي نربيهم في سبيل الله، نقوم نموت في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عبد الله إن من عباد الله من يخرج من بيته في سبيل الله فتصيبه الحمى فيموت فيكون شهيدا، ولعلك يا عبد الله، والنبي بيقول له لعلك تصيبك حمى فتموت فتكون شهيدا. ويطلع غزوة تبوك وينتصر المسلمين، وهم راجعين من غزوة تبوك يصيب عبد الله ذي البجازين حمى شديدة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يتألم آلام الموت. أنت يا عبد الله مش بتاع دنيا، أنت مكانك هناك في الجنة، ويبدأ يتألم قوي قوي قوي. بيحكي قصة موته سيدنا عبد الله بن مسعود، بيقول كنت نائم في ليلة شديدة البرد شديدة الظلام، أنا نايم جوا الخيمة بتاعتي بغداء الدنيا ظلمة جدا، وبينما أنا نائم سمعت خارج خيمتي صوت حفر. سمعت إيه؟ حد بيحفر. فعجبت، من يحفر في هذا البرد؟ من يحفر في هذا الليل؟ من يحفر في هذا الظلام؟ فاستيقظت فنظرت في فراش النبي فلم أجده، فنظرت في فراش أبي بكر فلم أجده، فنظرت في فراش عمر فلم أجده، فتعجبت أين هم؟ فخرجت من خيمتي فإذا أبو بكر وعمر يمسكان سراجا للنبي صلى الله عليه وسلم ولعن له نور، والنبي يحفر في الأرض. بيحفر إيه؟ قبر ذي البجازين بنفسك يا رسول الله، بنفسك صلى الله عليه وسلم. يا هو غالي عليك كده يا رسول الله؟ ده هي العملية كلها 6-7 سنين، بقى غالي عليك قوي كده؟ يقول فذهبت إليه فوجدته يحفر في البرد،
فقلت ما لك يا رسول الله، ما يعرفش فيه ايه عبد الله بن مسعود، ما لك يا رسول الله؟ فرفع الي النبي رأسه فاذا عيناه تذرفان بالدموع. النبي صلى الله عليه وسلم دموع عمالة تنزل. بتحبه كده يا رسول الله؟ يا ترى يا جماعة النبي لما يقابلنا هيفرح بينا؟ يا ترى هيسعد بينا؟ يا ترى هيقابلنا ازاي؟ يا ترى هياخدنا بالاحضان؟ يا ترى هنكون رفقائه في الجنة؟ ولا هيقول لنا يا ده انتوا غيرتوا بعدي قوي، ده انتوا بدلتوا بعدي قوي، انت بقى من بقى من احفادي، بقى من امتي، ده انت بعدتي عني قوي. شوف حبه للشاب الصغير. فرأيت دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسقط، عيناه تذرفان. فقلت ما لك يا رسول الله؟ فقال لي مات اخوك ذي البجبين. اخوك مات. وشوفوا كلمة اخوك دي رفيقة وحنينة ازاي. مات اخوك ذي البجبين. فنظرت الى ابو بكر وعمر وقلت له يا ابا بكر اتترك النبي يحفر وتقف انت تمسك السراج؟ فقال لي ابو بكر ابا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رفض، ابا النبي الا ان يحفر له قبره بنفسه. النبي رفض حد يحفر له هو. يا جماعة اشتغلوا عشان النبي يحبكوا، اعملوا حاجة، تقربوا الى الله. يا ترى احنا غاليين عند ربنا وعند النبي ولا لا؟ ابا النبي الا ان يحفر له قبره بنفسه. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم له القبر، ثم نزل النبي في القبر واضطجع به. ليه؟ عشان يكون رحمة على ذي البجبين. قبر نام فيه النبي هيبقى عامل ازاي يا جماعة؟ هيبقى ايه، طوب وزلط، ولا هيبقى حتة من الجنة؟ يا جماعة ما تخافوش، المسلمين كلهم فاكرين ان القبور نار وبهدلة. يا جماعة ده في قبور حتة من الجنة، القبر اما روضة من رياض الجنة. نزل النبي واضطجع عشان يبقى حتة من الجنة، عشان يبقى كله رحمة. فاضطجع به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام النبي ورفع يديه الى ابو بكر وعمر وقال لهما ادنيا الي اخاكما، نولوني اخوك. فابو بكر وعمر بدأوا يشيلوه عشان يحطوه بين ايدين النبي. فقال رفقا باخيكم، رفقا باخيكم، فانه والله كان يحب الله ورسوله. يا سلام على الشهادة، شهادة عظيمة. بشويش عليه ده كان بيحب الله ورسول. يا ترى الشباب اللي قاعدين هنا في ناس منهم النبي هيشهد لهم انت كنت بتحب الله ورسوله؟ يا ترى في بنات من اللي سامعيننا دلوقتي وبيشوفونا النبي لما يقولهم يقول لها انت كنت بتحب الله ورسول؟ بايه كنت بتحب الله ورسول؟ عملت ايه عشان يحبك الله ورسول؟ اخلاقك، حجابك، معاملاتك، طاعتك لجوزك، برك بابوك وامك، عملنا ايه عشان يحبنا الرسول؟ عملتوا ايه يا شباب؟ باي بنت كان ممكن تضحك عليها وقلت لا يمكن طاعة لله والرسول؟ باي معصية كان ممكن تعملها وتركتها طاعة لله والرسول؟ باي عمرة، باي ذنب سبته طاعة لله والرسول؟ رفقا باخيكم، رفقا باخيكم، انه كان يحب الله ورسوله. ويمد النبي ايديه ويتحط عبد الله ذي البجابين بين يدي النبي. يقول ابن مسعود فرأيت النبي يحتضن الجثة، خده بدأ يضمه ويحضنه. فرأيت دموع النبي تسقط على الكفن. يا بختك يا ذي البجابين. فرأيت دموع النبي تسقط على الكفن. ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حفرته، ووقف أمام الحفرة وكبر أربع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال رحمك الله كنت أوابا قراء للقرآن. يا سلام على الشهادات الجميلة. ربنا يرحمك، كنت أواب تاليا للقرآن. يا جماعة كان بيقرأ قرآن كتير اللي عنده 23 سنة قراء، وفي ناس بقالها سنة ما فتحتش المصحف، هو رمضان لرمضان وغير كده المصحف مقفول ما نعرفش فيه ايه. كنت أوابا كثير العودة إلى الله، يعني بيتوب كثير، يعني بيعود إلى الله كثير. توبوا يا جماعة ورجعوا إلى الله كثير. كنت أوابا قراء للقرآن. ثم وضعه النبي، وعمل النبي حاجة جميلة قوي، رفع النبي إيده للسماء ورفع رأسه إلى السماء. هتعمل إيه يا رسول الله؟ وقال
اللهم إني أشهدك أني أمسيت راض عن ذي البجابين فرض عنه. الله وظل يرددها صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أشهدك أني راض عنه فرض عنه، اللهم إني أشهدك أني راض عنه فرض عنه. شهد له كم شهادة النبي لغاية دلوقتي؟ 3 شهادات. كان بيحب الله ورسوله، أوابا قراءا للقرآن، أنا راضي عنه، ارضى عنه يا رب. يا ترى يا جماعة ربنا راضي؟ يا ترى راضي عننا ولا مش راضي؟ يا ترى هنلحق بعبد الله ذي البجازين؟ يا ترى ديننا هيبقى غالي عندنا بعد ما سمعنا الكلام دون؟ يا ترى أحضان النبي غالية علينا إنه يقابلنا ونبقى رفقاءه في الجنة ولا مش هبقى؟ يقول عبد الله بن مسعود: والله تمنيت يومها أن أكون أنا صاحب الحفرة. قلت يا ريتنا أنا في الحفرة. ولقد أسلمت قبل ذي البجازين 15 عاما، وأنا مسلم قبلي 15 سنة. يا جماعة يا شباب ما تستصغروش نفسكم، ده معنى مهم قوي. ده شاب صغير اللي مات. اوعى تقول هو انا ممكن ابقى عند ربنا غالي. ممكن واحد سمعنا دلوقتي او بيشوفنا او واحد من اللي قاعدين في وسطينا يبقى اغلى عند ربنا من واحد بقاله 15 سنة متدين باخلاص قلب وصدق في نية وحرص على رضا الله وقراءة قرآن وصلاة مسجد وحجاب وصلاة فجر وترك صحوبية حرام بين ولد وبنت. يا سلام، يموت عبد الله ذي البجازين ويدفن. الدفن فين يا جماعة؟ الدفن في الطريق من تبوك لمكة للمدينة، يعني فين قبره؟ الله أعلم. الدفن في الصحراء يا لوحده كده يا جماعة. المهم هو فين دلوقتي؟ ما تتفرقش الدفن فين. الناس اللي كل همها تخلي القبر بتاعها من دلوقتي منور ومش عارف في ايه وقشاني ومن جوه عامل يا جماعة. المهم ربنا راضي ولا مش راضي، مش المهم القبر فين. ذي البجازين الحبيب الى رسول الله مدفون في حتة ما نعرفهاش في الصحراء. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما يرجع ينزل قول الله عز وجل في سورة التوبة: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. مالكوا تقال كده؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. يا شوف المعنى، شوف المعنى كبير قد ايه. مالكم مالكم كده تقال؟ مالكم العيال بقت كل همكم؟ مالكم الفلوس بقت كل همكم؟ بلكم ما بقيتوش قادرين تصحوا الفجر، ليه بقيتوا تقال كده؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا تحركوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. دي قصة عبد الله ذي البجازين. لكن أنا الحقيقة عايز أسمع من الشباب بالذات تعليقهم على القصة، إحساسهم إيه، يحبوا يقولون إيه على قصة عبد الله ذي البجازين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو والله الواحد خجلان من نفسه، في حاجات كتير بيضيعها، وفاكر ان هو يعني مجرد ان هو بيصلي ان هو عمل كل حاجة، وبعدين في فكرة ان في حاجات كتير ضايعة ما بنعملهاش. انا حاسس بيك، حاسس ان انت موجوع موجوع جدا. يعني في حاجات يعني الواحد واحدة مثلا تقول مجرد انها اتحجبت انها عملت كل حاجة في الاسلام، وهي المفروض انها دي اول حاجة. نعم. واحد برضه يكون بيدرك بيقول انا بصلي، ويعني لو بيصلي مثلا في المسجد يفتكر ان هو بقى يعني خلاص ما فيش حاجه بعد كده. نعم. في حاجات كتير جدا والله ندمانين ان احنا فوتناها كتير. انا فهمت كلامك، بس انا برضه عايز اقول حاجه يا جماعه، دي مش دعوه للمبالغه. يعني ايه المبالغه؟ مش دعوه للمبالغه. احنا وحشين قوي، احنا بعاد قوي، احنا ضايعين قوي، احنا في منتهى البؤ. لا يا جماعه، احنا مش عايزين اللهجه دي. أنا عايز أقول لكم إن في كام حاجة نقدر نبدأ بيهم. أنا ليا وصية يا جماعة، 5 حاجات حافظوا عليهم فعلوا قوي قوي قوي. بقول لكل واحد بيسمعني وهو لسه في نقطة البداية، أنت سمعت قصة عبد الله ذي البجازين عايز تقلده؟ تعال نتفق على 5 حاجات. عايز تعلى عند ربنا قوي؟ أنا هديك 5 مفاتيح تفتح لك 5 أبواب
تقربك من الله قرب شديد. واحد صلف أول الوقت، صلف أول الوقت، أول ما يأذن أول ثلث ساعة صلي. وللشباب ابدأ انزل المسجد ولو صلى واحدة في اليوم، وبعدين يبقوا اثنين، وبعدين يبقوا ثلاثة. كأن أول نقطة مفتاح أساسي للدخول على الله بقوة. للنساء صلي في أول الوقت، للرجال صلي في أول الوقت إن استطعت في جماعة. اثنين، اذكر ربنا كل يوم ولو خمس دقائق، تذكر ربنا عشان يفضل القلب متعلق بالخالق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ده مفتاح يا جماعة يدخلك على الله. نمرة ثلاثة، ادعي كل يوم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل يوم بينك وبين ربنا باللغة العامية، بإحساسك أنت، مش لازم بالكلام، يعني يا رب أنا أنت راضي عني ولا لا، يا رب أنا غلبان وفقير وضعيف، نفسي سيب المعصية الفلانية، عني يا رب. يبقى صلى في أول الوقت، ذكر، دعاء، اقرأ قرآن كل يوم ولو صفحة. آخر حاجة، آخر واحدة، بلاش أصحاب السوء، ابعد عن أصحاب السوء على قد ما تقدر. الكلام ده بالذات الحلقة دي بتكلم قوي البنات، الشباب والبنات، أصحاب السوء أكتر حاجة بيضيعوا، أكتر حاجة تبعدك. حافظ على الخمسة دول، وأنا بقول لك أهو خمس ست أشهر وهتبص تلاقي نفسك بقيت واحد تاني، وبتعلى قوي مع الله عز وجل، وبكرة تشوفه. حد تاني عايز يعلق على القصة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، إن إحنا ألفنا قصص الصحابة كما ألفت قريش رحلة الشتاء والصيف. أصبحنا نسمع قصصهم اللي هي التضحية في سبيل الله والهجرة والترك والتعذيب بعقولنا مش بقلوبنا. والمشكلة إن إحنا النهاردة شفنا نهاية القصة، شفنا نهاية الرواية، شفنا إن الإسلام انتشر، ولكن تضحيتهم في هذه الفترة من غير ما نشوف الانتصار، هم صنعوا الانتصار. فذي عبد الله ذي بذجين ترك منزله دون أن يرى النصر. فيقينك على إيه؟ يقينك على الله سبحانه وتعالى. أما إحنا النهاردة ألفنا قصص الصحابة والتعذيب، أصبحنا نتعود إن الواحد يسير في سبيل الله. جزاك الله خير. يعني يبقى إن لازم القلوب تتحرك بيهم، كأني فهمت دون من المعنى اللي هو عايز يقوله، إن قلبك يبقى موصول بيهم. تفضل. بسم الله الرحيم. طبعا سيدنا عبد الله ذي البجازين الواحد فعلا يعني ما عملش حاجات زيه أو كده، ولكن هو فعلا يعني الواحد يقدر يقوله إن هو تأمل الجنة، يعني آيات ربنا كتير جدا عن الجنة، فمتهيألي ان هو عاشها بقلبه حس بيها، فخلاص هو باع كل حاجة في ده. نعم. يعني هو باع لبسه وباع ماله وباع كل حاجة، لان هو حس ان فعلا الجنة هي اغلى من الحاجات دي كلها. باع نظرة حرام عشان الحور العين دي اجمل. نعم. من حاجة زي كده بكتير. نعم. ولكن الواحد مش قده، ولكن بيتمثل قول الشاعر يعني فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. نعم. الحقيقة نشوف ان ده اجمل ما نختم به. هو كان مشتاق للجنة، يا ترى احنا مشتاقين للجنة؟ هتفرق كتير قوي يا جماعة. بنات كتير وشباب كتير ورجالة كتير وستات كتير ما بيطيعوش قوي، والدنيا واخداهم لان مش متخيل ان في حاجة احلى اسمها الجنة. تعلقوا بالجنة يا جماعة. كان الصحابي يبقى متجه لارض المعركة وهو عمال يقول ايه؟ ركدا الى الجنة، ركدا الى الجنة، مشتاق لك يا جنة، مشتاق لك يا جنة. كثير منهم يقول إني أشم رائحة الجنة عند جبل أحد وهو رايح يقاتل. كثير منهم قوي كانت الجنة كبيرة في عينيهم جدا. يا جماعة وإحنا داخلين الجنة حينادينا الله تبارك وتعالى ويقول لنا يا أهل الجنة إن لكم عندي أربعة أشياء، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يا كل ده في الجنة؟ مفيش عيا، مفيش تعب، مفيش مرض، مفيش موت، مفيش شيخوخة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قاب قوسين يعني زي مساحة الترابيزة اللي قدامي، لو ملكيش في الجنة حضرتك إلا زي المساحة دي أحلى من الدنيا واللي فيها. تصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تصدقش؟ الدنيا بلعبها بفسحة ببحرار بالخروج بالجواز، لو ليا في الجنة الحتة دي أحلى من الدنيا واللي فيها
أحلى من الدنيا واللي فيها. يا سبحان الله، معنى معنى كبير قوي. ها يا جماعة، المتر دلوقتي على الأنهار والبحار بكام؟ المتر في الأحياء الراقية بكام؟ المتر في الدول الكبرى بكام؟ المتر في الجنة بكام؟ المتر في الجنة بركعتين، المتر في الجنة بغض البصر، المتر في الجنة بإرضاء لله تبارك وتعالى، المتر في الجنة بحجاب، المتر في الجنة بقراءة قرآن. يعني قصة عبد الله ذي البجزين مليانة معاني، لكن أنا نفسي نختم بأن احنا نشوف ملخص زي ما بنشوف كل مرة لقصة عبد الله ذي البجزين، ونستعرض النقط بسرعة عشان نحفظه ونحبه. اسمه الحقيقي عبد العزة المزني، مات أبوه وأمه وهو صغير فرباه عمه الغني، كان ثريا غنيا منعما، أسلم أثناء هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، تأخر عن الهجرة 3 سنوات أملا في إسلام عمه، جرده عمه وهو يهاجر من كل ما يملك حتى الملابس، فارتدى بجادين فهاجر بهما، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ذي البجادين. بكاه النبي وهو يموت وقال: اللهم إني أشهدك أني أمسيت راض عنه فرض عنه. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن احنا نلحق بعبد الله ذي البجادين، وأن احنا نكون رفقاء في الجنة، ونكون رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن احنا ما نستهونش بنفسنا أبدا. ممكن الصغير يعمل حاجات كثيرة قوي قوي ويرضى ربنا عنه قوي قوي قوي. حلقة النهاردة كانت دعوة للشباب، للبنات، للأمة، أنها تتعلق بالنبي وأصحابه، أنها تستيقظ، أنها تترك الغفلة، أنها تقبل على الله عز وجل. يعني أتمنى نكون استفدنا من الكلام ده. نشكركم ونلتقي معكم في برنامجنا ونلقى الأحبة. معادنا معكم إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.